وطن تحت التهديد ورسل السلام تحت التهديد. الفنانون العراقيون محترمون في دول الخارج على عكس العراق. راحوا عندي والدتي واحدة بالبيت، كتبوا على بيتنا مطلوب عشارين وانطوها ورقة، قالوا خلي محمد يتصل عليه. الناس تعبت، كنا تعبنا، أنا العراق بعد ما طبت. وأنت عراقي، ولن نسمح لأحد أن يختزل العراق لأن يعرف فلان وفلان. انتظرونا في حوار ساخن مع الفنان محمد السالم وهو يكشف عن أشخاص قاموا بتهديده وابتزازه. إذا ما تدفع اليوم ما تبقى بالعراق. يخابر صاحبي يقول له أنت شيعي منه بيده، خلنا نشتغله واطلع من الموضوع. نور الزين يريدون من عنده 23 مليون دولار، يلا نعوفك. إذا ما تأدي ما تبقى بالعراق. أنا شخصيا اتصلت بمكتب سماحة السيد مقتدى الصدر، سنلتقي به ونأخذ هذا ونتصرف. يجي نصرة يقول لي أنت طلعتني من دبي ب 2015 وأنا فات استديو. هل حصل فعلا اجوك عشيرته وهددوك وقالوا لك لو تطلع لو تفصل؟ انا كتبوا على بيتنا مطلوب عشائريا، ولد عم ماني كنت بفرنسا. محمود الغياث عمره 17 سنه وموقعي عقد 10 سنين. زين هذا قاصر، شلون موقعي عقد 10 سنين؟ نقابه الفنانين العراقيين تتخلى عن محمد السالم وتطالبه بهويه النقابه. مناشدات من الفنانين العراقيين وهم يتعرضون للتهديد والابتزاز. أكثر شبابنا عليهم ألقاء القبض، وأكثر شبابنا مطاردين، وأكثر شبابنا مهزومين، بس ما يخافون يحجون لأن هم بالعراق. هل من الممكن إحنا ب2020 أكو واحد يقول للواحد أنت سني وأنا شيعي؟ أي شيء يصير علي أنا أو أهلي إذا نصرة البدر، لأن هو مهددني أنه إذا ما أنطيته فلوس راح يسوي بي، يقول لي عوقك مدى حياتك. الفنان محمد السالم مع الإعلامي نجم الربيعي في برنامج من بغداد، يأتيكم من على شاشة قناة التغيير الفضائية في يوم الأحد الموافق 20/12/2020 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت بغداد. وطن تحت التهديد.